السلام عليكم وحياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج الشارع العام. مبدئيا اليوم نتواجد ضمن الاعتصام والاحتجاج لمهندسي يعني النفط، بالتالي اليوم اكيد راح نتحدث عن طبيعة المطالب وعن طبيعة خلينا نقول الحقوق المشروعة. اليوم اكيد طبيعة هذا الاعتصام اليوم امام وزارة النفط، الوزارة المعنية بحقوق هذه الشريحة. أكيد اليوم الكثير من المعتصمين اليوم يعني على مدى السنوات السابقة اليوم بذلوا جهود مختلفة في سبيل يوصلون لهذه المرحلة. أكيد اليوم نقول الحديث راح يختص بهذه الشريحة اللي أكيد اليوم يعني جانب النفط وجانب الطاقة بكل مفاصلها اليوم تحتاج إلى خبرات وتحتاج إلى شريحة مهمة. بالتالي اليوم أكيد هذه الشريحة اليوم درست وتعبت ونالت نقول المعلومة اللي تأهلهم لي يعني تحمل المسؤولية وتحمل يعني أكيد طبيعة العمل. لكن للأسف على مدى السنوات السابقة اليوم أكو نقول إهمال واضح، أكو اليوم تقصير باتجاه الكثير من الشرائح. اليوم خلينا نقول شريحة المهندسين مهندسي النفط يعني تشكل أهمية داخل المجتمع العراقي، بالتالي اليوم أكيد راح نتحدث عن طبيعة المطالب وعن طبيعة وضعهم خلال الأيام السابقة والجهات اليوم الحكومية المعنية شنو موقفها كان باتجاه يعني شريحة مهندسي النفط. مبدئيا طبيعة المطالب اليوم أكيد الدرجة الأولى تختص بجانب يعني توفير فرص العمل سواء على جانب الشركات المستثمرة الأجنبية أو على جانب القطاع الحكومي الخاص بوزارة النفط، لكن للأسف مثل ما ذكرت أنه على جانب القطاع سواء الخاص أو العام أنه أي فرصة عمل خلال يعني الفترة السابقة يعني للأسف لم تتوفر لحد هذه اللحظة. السلام عليكم. حياكم الله. يعزك اليوم نقول مبدئيا مهندسي النفط شريحة مهمة على اعتبار اليوم البلد مبدئيا يعيش على النفط، الثروة النفطية، بالتالي اليوم هذا التهميش وهذا الظلم واضح. صحيح. اكو جهات اليوم حكومية يعني اجتكم سمعت المطالب تواصلت وياكم. مبدئيا احنا نرحب بكم. احنا من مهندسين النفط من جميع محافظات العراق، بالغ عددنا 545 مهندس ومهندسة معتصمين هنا منذ حوالي اكثر من 8 اشهر. لحد الان وزارة النفط تتلاعب معنا بحجة الموازنة، رغم ان الموازنة هي مستثنات من الموازنة، اولا لانها شركات رابحة وهذا كتاب طيف سام مدير عام الموازنة بوزارة المالية، ثانيا وهو الاهم انه هي عندها درجات الحذف في الاستحداث اكثر من 9000 درجه واحنا عددنا الكلي 500، يعني فرق نسبه بسيطه، يعني نسبه اقل من نص بالمئه. بالضبط. زين ليش هيك جاي تلاعبون ويانا؟ احنا قبل حوالي اسبوعين على اساس قالوا سوينا طلب للوزير، سوينا طلب للوزير، الوزير حولنا على مدير عام العلاقات ويابا على الموازنه، يابا انتم مستثمرين. طيب ليش هذا الروتين اليوم الوزير انه يحولكم؟ خلينا نقول القضيه واضحه اليوم انه احسم القرار مبدئيا من راس الهرم، خلينا نقول من يم الوزير. من يم الوزير اكو يعني حالات فساد، سمعنا انه الدرجات جاي تنباع، ممكن يصير بها تلاعب، جاي تنباع، هي مو بس شو اسمه جاي تنباع بدفاتر وبعض الجهات اللي تتدخل، الجهات السياسيه والاحزاب، واحنا يعني شوت عينك المهندسين هم مستقلين، لا لهم علاقه لا بالاحزاب ولا اللي جاي ينام هنا صار له 8 اشهر نايم بالشمس، هذا ما عنده فلوس انه يشتري الدرجه، وبالتالي هذا حقه اليوم، وهذا حقه. واحنا جاي نشوف بعد الاجنبي اللي عددهم اكثر من 100,000 اجنبي بدون شهادات بدون اي شيء، يجي الصيني بسيارات وحمايات ورواتب دفترين فما فوق. انا قدامك كنت موظف شركه اجنبيه صرحونا بسبب نزول اسعار النفط، يعني انا كنت استلم بالشهر 4 اوراق، والصيني اللي هو عنده شهاده اعداديه بس كان مسؤول يستلم دفترين هو يجي. طيب ليش اليوم هذا الفرق؟ ليش يعني ما حد يعرف شنو السالفه، شنو الموضوع، ليش الوزاره هيك تتعمد تدخل الاجنبي تشغله والعراقي قاعد؟ اضافه الى يوم ما قاصر يوم درس وتعب ماكو، قلت لك انا قلت لك انا مهندس ومسؤولي كان مو لا مهندس ولا شيء ولا يمه، هاي مشكله. زين تروح لبعض المحافظات النفطيه اللي سببت لنا المناطقيه انه التعيينات حسن للمحافظات، ابناء المحافظات البصره والعماره
الذقار، وكذلك انت شوف مهندسين البصره هنا نايمين ويانا زين يابا، مو على اساس تعيينات لكم متهمين خلينا نقول حتى على المناطق النفطيه. اي فالمناطق النفطيه لا هم المستفادين ولا احنا المستفادين، وهي مشكلتنا، واحنا مستمرين باعتصامنا الى ان ناخذ حقنا ان شاء الله، يعني لا نفك الاعتصام ولا نتحرك من مكاننا ان شاء الله. حياك الله، شكرا. انا اكيد الحديث اللي ذكره الاخ اليوم قضيه الظلم واضح، وبالتالي قضيه التهميش والاجحاف ايضا واضح. اذا تحدثنا عن قضيه خلينا نقول القرارات الوزاريه اللي خاصه بجانب انه الاولويه اليوم لابناء المناطق النفطيه، بالتالي اليوم لا ابن المحافظه النفطيه ولا حتى من باقي المحافظات انه يحصل على فرصه عمل. السلام عليكم. حياكم الله. شلون شلون اليوم مبدئيا ظلم واضح نقول لشريحه مهمه من شرائح المجتمع، اليوم فئه مهندسين نفط نقول على قضيه جانب الخبره، فالبعض منكم هو عامل بشركات مختصه، بالتالي اليوم وين الخلل خلينا نقول؟ الخلل يعني واضح جدا، احنا طالعين نطالب بحقنا، هو حقنا التعيين، يعني خريجين سنة 2019 لحد الان حتى فرصة تدريب ما حصلنا، وصلنا اكثر من اشهر احنا هيجي بالشمس، وتعرف الوضع الوضع وكل هاي الامور بالضبط، وماكو احد، ماكو استجابة لحد حتى يعني لا نائب لا وزير لا اي احد. طيب اليوم المماطله خلينا نقول واضحه من قبل وزاره النفط، نعم اليوم واضحة جدا، الوزير يحولها على المدير الاداري، المدير الاداري نعم يسوفوني ماكو اي حلول لحد الان، وبالتالي انتم عددكم يعني صور قليل 500 صور 500 طالب، يعني مو بد مشكله، هم اذا شافونا حل عقود او اي شيء تدريب على الاقل تدريب، خلينا نحس انه احنا مهندسين، ماكو اي شيء، يعني ماكو مدى يحسسونا انه احنا نريد تعيين ونريد كل هالامور يوفرونا اياها، هاي مشكله مشكله ان شاء الله. هيا شاء الله، يعني اكيد ما اعرف اليوم القضيه واضحه بصراحه، يعني الظلم واضح الى درجه انه اليوم اهم نقول فئات المجتمع اليوم او الهندسه بمختلف الاختصاصات، المجموعه الطبيه قبل ايام يلا تم حسم قضيتهم، قضيه باقي الاختصاصات الاداره والاقتصاد الاعلام، اليوم ما اعرف اذا خلينا نقول انه ما لهم اهميه. طيب المجاشتهم كليات اهليه وجاي تستقبلون اعداد حتى على مستوى الدراسه المسائيه، بالتالي هذا اليوم يدل على غياب التخطيط، غياب التنظيم بشكل واضح. السلام عليكم، حياك الله. شلون الحين اليوم الله يعزك، خلينا نقول الاجحاف واضح اليوم، خلينا نقول اهم شريحه هندسه النفط بالضبط. بلد نفطي بالضبط. بالتالي يحتاج الى خلينا نقول اكبر عدد من الايدي العامله من كل الجوانب بالضبط، لكن للاسف ننتج للواقع اكو فد ظلم واضح اساسا، ماكو قبول للمهندس نفط ابدا، مشكله هاي الوزاره مهندس نفط ما يريدوا بالضبط، تدري ليش؟ حتى تظل مسافه بين الاجنبي والعراقي، حتى تظل العقود ويظل البوق ويظل النصب والاحتيال. انا اتكلم لك عن نفسي، انا تخرجت من الكليه مهندس نشط، يعني علميتي زينه، فعفت الوزاره لان مايس منها صراحه، رحت للقطاع الخاص، رحت للبصران قبل والاجانب يقابلوني بعلميتي يطردوني. شنو السبب؟ يطردوني مكتب التصاريح التابع للوزاره. ليه؟ انت من بغداد زين، يعني من بغداد اليوم ما له حق مثلا؟ ما له حق. قبل كم يوم انا محصل بالحله شغل، ايضا مكتب التصاريح ما يعطيني شغل، انت من بغداد زين، ابن الحله مشتغل؟ لا هم يقبلوا يطلعوا له بغير درجه. وين جاي تروح؟ تروح يعني مع احترامي للاميين، هم يستقطبون الامي اللي المحجم اللي ما يقدم. قلت لك انا اول نقطه قلت لك عليها انه يريدون يخلون مسافه، ظل مسافه، اروح للعماره اشتغل شهر وراها ما يعطوني تصريح، فيعني احنا محاربين بالقطاع الخاص وبالقطاع الحكومي، هم شغلتهم هسه لا ضمان على القطاع الخاص ولا فرص عمل على القطاع بالضبط، ماكو ضمان، واي شيء يصير اي شيء يصير يعني تصير عركه برا الحقل يبطلون مهندس النفط العراقي. ليش شنو سبب؟ هم هيك هاي يريدك حجه، يعني ما يريدك تشتغل، هاي حرب هي على المهندس، ما يريدك تشتغل. انا اذا اتعلم انا اذا اصير ليش هو يجي الاجنبي؟ عرفت؟ اليوم الاولى ابن البلد. فهسه احنا من خلال هاي المظاهرات ومن خلال تجربتنا ومتجربه جماعتنا اللي قبلنا، ذولا شغلتهم يخلقون هذا التجمع قبال الوزاره وتكتلنا الشمس ونتهمش، هاي شغلتهم. لكن بالمقابل هذا اليوم حقكم انتم، ماكو حق، ماكو حق، نصعد على الوزاره يضحك علينا، يضحك علينا والله اني يضحك علي. شنو يقول لي؟ قلت له استاذ، قلت له استاذ احنا مهندسين نفط، احنا قمه هرم وزاره النفط بالضبط، باساسنا العلمي. يقول لي تروح ابو العلميه، روح هذا اللي يقول مدير تعرفوه كلكم فوق، مشكله يعني. اي وهم يوميا يطبون من يمنا، يعني السعوفك احنا من العلميه والوزاره، وهم اصلا جايين المفروض خدمه هذا البلد،
غيرتكم ما استحيتوا هاي النسوان قاعده بالشمس انزلت تقبل انت تقبل اختك بنتك تقعد هيجي على الاقل انزل على الاقل انزل بس غيره ماكو والله غيره ماكو ان شاء الله حياك الله اشكرك يعني ما اعرف بصراحه الكلام واضح اليوم ذا المسؤول نقول بقمه الوزاره وباعلى سلطه داخل الوزاره يتحدث باسلوب للاسف ما ممكن اليوم يعني يحظى باي مقبوليه بالتالي اليوم اهم فئه داخل وزاره النفط هي هندسه النفط اللي يشوفون الوضع والصوره هي اللي تتحدث عن اعتصام واضح بالتالي اليوم ما اعرف قضيه الاولويه وقضيه الاهميه للشركات الاجنبيه طيب احتاج الشركات الاجنبيه ببعض مفاصل العمل لكن ما ممكن اليوم اهمش الكوادر العمل خلينا نقول ارتكزتوا على مبدا الاولويه لابناء المحافظات بجانب العمل من تجي للواقع ابن المحافظه ما جاي يشتغل تجي لبقيه المحافظات تشوفه معرض للظلم والتهميش طيب وين جاي تروح الدرجات الوظيفيه اليوم اكثر من 9000 درجه حذف واستحداث تحدثوا عنها الاخوان داخل الوزاره بالتالي اليوم العدد اللي واضح اتصور 500 يعني شخص احل المساله واحل الموضوع نقول بكل انسيابيه لكن ما اعرف هذا العراقيل الواقع السلام عليكم حياك الله شلونك شو صار يعني ما اعرف اليوم الاسلوب نقول غير منطقي من قبل المسؤولين داخل الوزاره بالاضافه نقول عراقيل واضح اليوم انتم عددكم اتصور 500 شخص بالتالي الحذف والاستحداث 9000 درجة يعني اكو صورة حل لكن هاي المماطلة ليه جاي تصير يعني لحد الان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا خريجين نفط 2018-2019 سبق وان ظاهرنا بشهر 11 امام وزارة النفط قابلنا المدير العام فراس الصدر اوعدنا انه يطلق لنا استمارة بشهر الثاني من 2000 من سنة 2020 الشهر الثاني من الشهر الثاني نعم صار الشهر الثاني جتنا وباء كورونا قعدنا طلعنا قبل شهرين امينا قدام الوزاره صعدنا للوزاره قابلنا مدير عام مال الامور الاداريه اي كان يقول لنا والله انتم روحوا حيروا شو اسمه خلي وزاره التعليم تحير بيكم ليش تحير انت مبدئيا الشهر الثاني مطيني موعد ايه مطانا موعد بس هو فراس صدر ما قابلنا قابلنا يمكن احمد حسن كان اي كان يقول والله روح خلي وزاره التعليم تحير بيكم ليش بدها تخرجكم وتكون علي زين ادري زين هاي يعني هاي مبدا دوله مال شو اسمه يعني مسؤول بوزاره النفط من واحد خريج يطلع له يقول له والله روح خلي وزاره التعليم تحير بيك هاي واقع يعني حال لا نحكي هاي الدوله تتكفل بها وين وزاره التخطيط كانت حتى تيجي يعني تجي تحكي وياي صح لو لا شو اسمه الدرجات شو اسمه الوظيفيه داخل الوزاره جات تنباع بشدتين انا واحد من الناس انعرض علي بشده و70 شو اسمه ب 17000 دولار تعيين بوزاره النفط وعلى الملاكه لو تدفعوا لو تدفعوا هاي بعدين هاي شو اسمه قبل اسبوع صعدنا يماطلون بينا والله الوزير مو موجود والله سوي لي كتاب جديد اقابل الوزير فاحنا هاي حالتنا كلش تعبانه اي هاي شوف الشباب خطيه كلها باع والله من البصره من ذي قار ولد المحافظات شو اسمه النفطيه كلها خطيه نايمه بالشارع وكاتله اليوم هو جاي يتحدث عن قضيه انه خلينا نقول الاولويه لابناء المحافظات النفطيه طيب اليوم هو ابن المحافظه النفطيه جاي يعتصم وين جاي يروح الدرجات يعني اساسا والله بعديه ظلت يمهم شوفوا لنا حل نحن 9000 درجه وظيفيه متوفره بوزاره النفط على شو اسمه على الحذف والاستحداث خلي شوفوا لنا صوره حل الوزاره جاي تماطل لا حد جاي يقابلنا وكل مره هم نصعد وهاي نفس الشيء كل شيء ماكو مجرد مماطله والله شنو شغلتكم يم الوزير الوزير ما يقابل ينزل والله شغلتكم مو يمي يصعد الوزير قابل اليوم قدمت طلب لمقابله قدمنا شو اسمه طلب للوزير كان يرفض كان والله عيدوا للكتاب بصيغه لخ حتى تقابلنا بعدين شو اسمه حسب ما وصلنا انه وزير نفط قايل شو اسمه لاحمد حسن والله تشوفوا له محل نروح لاحمد حسن واقول والله شغلتكم مو يمي زين احنا وين نروح هاي المماطله وهذا اللي واحد مع الثاني هاي مشكله هاي مماطله هاي صايم قضيه صار لهم شهرين ويانا ان شاء الله انا اشكرك حياك الله يعزك ويسلمك يعني ما اعرف يعني للاسف اليوم المماطله واضحه بالتالي اليوم يعني الموضوع يحتاج بصراحه الى قرارات جديه اليوم الوزير معلي بالدرجه الاولى على اعتبار هو على راس الهرم ما ممكن اليوم خلينا نقول اعتمد على قضيه يعني مع احترامنا اليوم لكل المناصب ولكل الشخصيات لكن اللي جاي يصير هو يعني تخبط واضح حتى قضيه المنطق اليوم للاسف غير مقبول وغير منطقي اليوم يتحدث يقول له روح خلي وزارة التعليم تحير بيك طيب وين آلية التنظيم وين خطة العمل اللي ممكن تنظم عمل الخريجين بالتالي اليوم أهم شريحة نقول هي هندسة النفط بلد نفطي بلد يعتمد على قضية الـ يعني
المصافي وغيرها والمشتقات النفطيه. بالتالي اليوم خلينا نقول الفئه والنسبه الاكبر هي لهندسه النفط. السلام عليكم. ان شاء الله شلون شايف اليوم مبدئيا خلينا نقول قضيه الظلم واضح، قضيه الاجحاف ايضا واضحه، بالتالي اللي جاي يصير تخبط واضح ايضا من الوزاره. شنو صوره الحل اليوم؟ احنا حلنا نريد تعيين. تعيين. احنا مجموعه من خريجي هندسه نفط 2018-2019 من مختلف الجامعات وجايين من عده محافظات. قدمنا عده كتب فوق ال 15 كتاب لعده نائب وراحت للوزاره وما اجى اي رد. اعتصمنا بشهر ال 12 وقالوا لنا راح نسوي لكم حل على شهر الثاني ونفس الحاله ماكو اي رد. فما لقينا غير حل انه نعتصم، ومطلبنا واضح هو التعيين، وتعيين دفعه كامله. بالضبط. اللي هم عددهم 500 اليوم العدد نقول عدد منطقي، عدد ممكن من قبل عدد كلش قليل كل سهوله، خاصه هسه درجات الحذف والاستحداث فوق ال 9000 درجه وظيفيه، وايضا ما تعتمد على قضيه الموازنه حتى نقول فد عذر او شيء. وزاره النفط تمويلها ذاتي ما لها دخل بوزاره الماليه. بالضبط. فاحنا ناشد رئيس الوزراء، الناس، معالي وزير النفط انه يشوفوا لنا صوره حل. يعني مو معقول هاي الشباب الحلوه، هاي احنا جايين من محافظات تعبت اجتهدت وبتعبت. اي والله، يعني احنا اقل واحد بينا معدل 95. هاي مشكله. فيا ريت يعني اصحاب الشان يلتزمون القضيه. ان شاء الله ان شاء الله. حياك الله، اشكرك. الله يعلم. يعني اكيد اليوم حتى خلينا نقول قضيه الاسباب او الاعذار اللي ممكن تنطرح من قبل وزاره النفط، بالتالي مبدئيا اليوم وزاره النفط هي تمويلها ذاتي، فمبدئيا اذا نتحدث عن قضيه موازنه فالموضوع مو يم الموازنة. إذا أردنا نتحدث عن قضية أعداد فقضية الحذف والاستحداث أيضا أعداد 9000 درجة لحد الآن، وبالتالي الأعداد المعتصمة حاليا 500 شخص. يعني خلينا نقول مين ما نطرح الأسباب إلها صورة حل. اليوم القضية واضحة بصراحة، التخبط واضح، خلينا نقول الإجحاف أيضا واضح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم أريد نسولف بصراحة، يعني إذا أريد نتحدث ذكرى والإخوان إنه وزارة النفط تمويلها ذاتي، بالتالي قضية الموازنة ما لها ربط. بالضبط. قضية الحذف والاستحداث أيضا ما لها ربط، 9000 أو أكثر. بالضبط. بالتالي عددكم بسيط. عددنا بسيط. هاي العرقلات أو المطبات خلينا نقول. والله هاي الشغلة يا الوزير دايما أطلبوا ويانا، إحنا طبعا شباب مهندسين نفط قارن كلها سنوات تعبانين، اهلنا تعبانين، احنا هسه حاليا ورا كل شاب تشوفه هنا عائله بالهم ولدها جاي لنا، احنا متعانين. انا من الناس جاي من كركوك. كافه المحافظات، محافظه نفطيه اللي هم بالضبط اولى هم بالضبط. طبعا احنا هو شنو الشركات الاهليه اللي جاي هنا اكثر موظفيها اجنبيين، يعني لهم حق اكثر من ابن البلد. بالضبط. داخذون معاش اكثر من عندنا، حتى رعايه اجتماعيه صحيه كلهم عليهم، حتى المستحقات الماليه بالضبط اكثر من عندنا. يعني احنا العددنا هسه اشوفه هنا ما يتجاوز ال 250، ما يتجاوز. يعني مو صعبه على الوزير يطلع هنا ويحرك يده يعطيني امر وزاري بالتوقيع. بالضبط. يقول هذول عينوهم ولدنا هذول الموضوع، لو يطلع بالشارع يشوفهم على الاقل يوقف ويانا يشوف معاناتنا على الاقل، مثل ما ذكرت انه انزل للشارع شوف. بالضبط. على الاقل بس احكي ولدنا، الولد نايم هنا بالشارع، البنات جايين هنا، يعني هم خطايا البنات. احنا ولد، احنا ولد ما عندنا مشكله، ما يخالف نبقى، بس اهلنا ورا قلبهم ورانا، امنا دي خابرونا من بيت دي جايين من محافظات. على الاقل الوزير يطلع يشوف معاناتنا شنو، او يوقع بامر تعييننا. عددنا طبعا قلت لك ما يتجاوز ال 250. شوف الشباب نايم هنا بالخيمات، وبالتالي هذا اليوم استحقاقهم هو. بالضبط. هو حقنا، يعني ما جاينا نطالب بشيء مو هو حقنا. اكيد. يعني تعين هو حقنا، تعبانين كل هالسنين مطلعين معدلات عاليه. طبعا هو ورد مجموعه طبيعيه للهندسه. اكيد. ولا هندسه النفط هي اعلى درجه. اعلى درجه. واحنا بلد نفطي، يعني مو صعب عليهم يعينونه. هو هذا حقنا الرئيسي ونطالب فيه. كلش. وان شاء الله مستمرين بالاعتصام حتى ما يعطونا حقنا. ان شاء الله. حياك الله، اشكرك، الله يعزك. يعني صراحه الحديث يعني صار واضح، بالتالي اليوم القضية تحتاج إلى خلينا نقول قرارات جدية. يعني بصراحة نتحدث اليوم نترك موضوع المخاطبات الرسمية، اليوم القضية ما تحتاج أي يعني خلينا نقول صعوبة، بالتالي الوزير يوجه اليوم أي أو المعني الأول هو الوزير حتى ما يحتاج أي توجيه، إنه ينزل للشارع والوزارة مقابلهم، إنه ينزل للشارع. العدد بسيط، قضية الحذف والاستحداث تحل المشكلة، قضية التمويل ذات تحل المشكلة، فأحل الموضوع بكل تفاصيله. حياك الله، عليكم السلام ورحمة الله. اليوم الموضوع صار واضح بصراحة، الوزارة أمامها مطالب واضحة، قضية حذف والاستحداث واضحة،
تمويل ذاتي ايضا يحل الازمه بكل تفاصيل. بغض النظر عن الكلام اللي حكوا اخواني اعتقد كافي بهذا الخصوص. بالضبط. انا اليوم اريد اوجه لهم رساله سواء الحكومه من رئيس الوزراء وغيرهم ومن مجلس النواب او المسؤولين اللي موجودين بوزاره النفط. بالضبط. وجودهم حاليا هنا بهاي البنايات واستقرارهم ولبسهم للقاط هو جاي نتيجه لهاي الناس اللي اطت شهداء، هاي الطلاب مو فقط عندها شهاده. هاي شهداء اطت، هاي اليوم استقرار البلد او اذا البلد موجود بالوضع اللي هو بسبب هاي الشباب صديق او اخ او ابن عم احنا اطينا شهداء بغض النظر، هو اليوم مو احسن من عدي. اكيد. على اي اساس هو يخدم بلده؟ هو ترى خادم، وانا من اصير موظف اهم اصير خادم، ما يجمني من يعطيني درجه وظيفيه. واقف هنا أنا جاي يقول لي انا اذلك. ليش؟ يذلني على اي اساس؟ هنا أنا جاي يذلني هو، انا جايب 96 ودارس وتعبان على نفسي واريد اخدم بلدي بغض النظر عن الفلوس وهالماديات هاي تروح، انا اليوم اريد احس نفسي مهندس. بالضبط. هو قاعد هنا بسببي وبسبب هاي الشباب وبسبب العوائل العراقيه اللي اطت وضحت. اكيد. والحرب مو قديمه اللي صارت. بغض النظر عن انه انا يجي اجنبي بربك والاولويه له وكل يعني هسه المهندسين الاجانب على عيني وعلى راسي، الفنيين الاجانب العاديين اللي اي عراقي يقدر يشتغل شغلهم جاي يعطيهم الاف الدولارات على اساس ليش هذا التمييز؟ زين احنا هسه نشوف دول الخليج بكل دول العالم من يصير عندهم مهندس محلي خلينا نقول يدخله ويا الشركات حتى بعد يومين يفيدهم المستقبل، حتى اقدر انشئ جيلاني بعد يومين من اصير كبير انشئ لي جيل جديد. زين انت اذا اي شيء صار وقلت للعراقي الله وياك وكل شلون يعني احنا شلون نقدر ناسس البلد واحنا بلد نفطي اساسا؟ شلون انا اليوم اريد للمستقبل عوفك من هالوضع هذا شلون يعني؟ واذا الاجنبي ما يهتم لك، الاجنبي عنده عقد فلوس يستلمها والله محمد وعلي وياك يقول بعد يومين، او ممكن اي شيء يصير هنا الاجنبي يصير عليه خطر يطلع، ومثل ما صار هسه صار خطر كورونا طلعت الشركات صح لو غلط؟ فاوجه لهم رساله من خلال قناتكم انه شويه يحترمون هاي الطاقات، ويعني لازم يصير للعراق احترام كافي. أكيد. كافي لان تعبنا ويعني حقيقه ملينا سواء من دراسه هسه بالله واحد النفسه وتثقيف النفسه، بس لازم ثمره جهد استحقاق. اكيد يريد ثمره جهد. شكرا لك، حياك الله، الله يعزك. يعني الكلام واضح، بالتالي اليوم القضية حتى مو بس قضية بصراحة انه تعيين ودرجة وظيفية، بالتالي اليوم حتى ابسط الحقوق، تحدثوا الاخوان قبل قليل عن قضية المعايشة وقضية التدريب، اليوم حتى قضية التدريب جاي يواجهون صعوبة بها بالتعايش مع الشركات سواء الاجنبية او العراقية. الموضوع اللي جاي يصير حاليا نقول الاولوية جاي يعني تكون للشركات الاجنبية ولكوادر العمل. اليوم حتى كادر العمل البسيط اللي نقول ادنى من المهندس للاسف جاي نشوفهم من بلدان اجنبيه ومن خلينا نقول يعني فئات اجنبيه، بالتالي اليوم طيب الدرس والتعب خلال 16 سنه واكثر اليوم شنو مصيره وشنو وضعه؟ نحاول بشكل يعني نسولف ونتحدث عن طبيعه المطالب. السلام عليكم، حياك الله. بشكل عام اليوم مطالبكم واضحه، اليوم ظلم واضح لشريحه مهمه، شريحة مهندسين نفط. اليوم خلينا نقول الوزارة معنية حل موضوعكم، لكن اللي جاي نشوفه هو مماطلة من الوزارة، شنو صورة الحل؟ والله الحل يمهم بعد، احنا ما ندري، احنا نريد نعرف شنو تالي هاي المماطلة. يعني كل يوم رافعين كتاب وماك، يعني يا مسؤول جاي تصعد له نفس الشيء. هاي مشكلة الروتين والمخاطبات. ايه. يعني ما اعرف، يردون يمللونا، ما تدري شنو الحل اللي مفروض يمهم، يعني ما ندري. حكوا الاخوان انه يعني هاي ابسط شيء هسه الحذف الاستحداث اللي هي 9000 درجه وظيفيه، واحنا كل احنا يعني هاي الدفعه 5004 مهندسين، وحاليا 504 مهندسين، يعني عدد كلش بسيط مقارنه بالمتاح بالحذف الاستحداث اللي نقول عليه. اليوم يعني نقول ما تعرف شنو صورة بوادر الحل اكو ومقترحات الحل اكو، لكن من تجلي الواقع الوزاره جايه تعرقل الموضوع. ما اعرف والله، هو احنا نريد نعرف يعني هذا المفروض هم اللي جابونا على هذا السؤال، ليش جاي يعرقلون يعني هذا الاعتصام اللي سبقوا وحكوا انه من شهر 11 بالعام الفات وانطونا موعد انه بشهر الثاني راح يفتحون استماره ومقابله، وما اعرف بعد انه في الواقع ما صار الوباء، فقبل شهرين رجعنا ولحد الان ماكو اي حل يعني. هاي مشكله، ما نعرف اي مشكله. انا اشكرك، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. اليوم بصراحة خلينا نقول الظلم على كل الجوانب، اليوم مو على قضية بس درجات وظيفية وتعيين، اليوم حتى على مستوى المعايشة والتدريب تحدثوا الأخوان عن صعوبة، اليوم شلون صورة الحل لهذا الموضوع؟ والله أول شيء يعني أحب أوجه كلمة لمعالي وزير النفط، إنه شنو
داعي هالطلاب اللي واقفه بالشمس مثل ما تفضلوا الاخوه الزملاء. البنات هاي وهاي عندهم عوائل وعندهم ناس تسال عنهم، شنو السبب هذا اللي يخليك قاعد تماطل بهالطاقات وهالشباب هاي تخليهم واقفين بالشمس؟ انا واحد من الطلاب خريج جامعه ميسان، تعينت بشركات نفطيه بمحافظه ميسان بالقطاع الخاص بالضبط. فمن صارت تصريحات الامنيه قالوا انت خارج محافظه، خارج محافظه ميسان، من سكنت محافظه بابل، قالوا انت ما لك حق هنا تعين. يعني اليوم الاجنبي له حق، الاجنبي له حق، ابن المحافظه ما ابن المحافظه ايضا له حق، بس ابن المحافظات البقيه سواء بغداد ولا الديوانيه ولا بابل ولا غيرها، شنو سبب التهميش هذا؟ من تجي للقطاع الخاص ما يقبلوك، من تجي للقطاع العام ما يقبلوك، من تجي الباقي الاختصاصات انت مهندس نفط مالك غير بس حتى بالاستحقاقات الماليه اليوم. بالضبط مالك تعين غير بس بهندسه النفط، يعني وين تشتغل؟ من يقبل يعينك؟ ما حد غير بس بوزاره النفط. وانت مثل ما تشوف هسه احنا واقفين هنا أنا مثل ما تفضلوا الاخوه صار تقريبا شهرين بس ماكو اي فائده. شنو داعي هالمماطله هاي من قبل الوزير او من قبل الجهات المعنيه؟ ما نعرف شنو شنو يريدوا يوصلون له. مشكله كلش ان شاء الله خير. انا شكرا حياك الله. يعني بصراحه اليوم الموضوع ما يتجاوز خانه التقصير، اريد يعني اتحدث بهذا النمط بهذا الموضوع بالتحديد. اليوم نقول مقترحات الحل موجوده وصوره الحل ايضا موجوده، بالتالي ليش هاي المماطله اللي اعتبرها مقصوده من الجهات المعنيه؟ اليوم الموضوع يحتاج بصراحه الى تدخل مباشر من حتى على مستوى رئيس الوزراء او مجلس الوزراء حتى يخلون صوره حل لهذا الموضوع. القضيه انه واضحه، الموضوع اكو درجات حذف واستحداث واكو تمويل ذاتي للوزاره والكل يعرف وعنده معلومه انه قضيه وزاره النفط هي تمويلها ذاتي باعتبار هي شركات او قطاع منتج. بالتالي ما ممكن اليوم يعني يصير تهميش ويصير تقصير باتجاه يعني هذه الشريحة. فنحاول نسولف بشكل أكثر عن هذا الموضوع. السلام عليكم. حياك الله. اليوم الموضوع يعني إذا أوصف بهذا الشكل إنه تهميش واضح، تهميش مقصود. بصراحة إذا ردنا نتحدث عن قضية الحلول فهي الحلول موجودة. الوزارة اليوم شنو دورها يعني من هذا الموضوع؟ أخوي العزيز تفضل. اليوم الحلول موجودة لدى الوزارة وعدة حلول مو حل واحد. اليوم من خلال قانون الحذف والاستحداث ومن خلال قانون التقاعد الموحد اللي أزال ثلاث فئات عمرية، اليوم الوزارة لدينا معلومات أنه متوفرة 9000 درجة وظيفية في وزارة النفط، بالإضافة إلى أنه الشركات التابعة لوزارة النفط سواء كانت التنقيب والحفر والاستكشاف أو الإنتاج، هاي الوزارات لها الصلاحية التعاقد مع المهندسين والعمال وغيرهم بدون الرجوع إلى الموازنة الاتحادية، يعني بدون إقرار الموازنة الاتحادية. الحل الثالث أنه الشركات الأجنبية اليوم متوفرة بكثرة بحدود أكثر من 20 شركة بيد عاملة تبلغ 250 ألف درجة وظيفية. هل اليوم كبلد أو شرط على الشركات الأجنبية أنه هو هذا اللي دا أقوله أنا. اليوم على وزارة النفط التخطيط لهؤلاء المهندسين اللي يتخرجون كل دفعة، نحن دفعة 2019 لحد الآن متعينين، لذلك على الوزارة أن تفرض على الشركات الأجنبية نسبة معينة من هؤلاء المهندسين لازم يتعينون على الشركات الأجنبية. كذلك قلت لك درجات الحذف والاستحداث. اليوم وزارة النفط إذا ما تعين هذول خريجين النفط فوين راح يتعينون؟ يعني خريج هندسة النفط فقط يختص بهندسة النفط وفقط وزارة النفط والشركات التابعة لها، فأنا أي ما عندي أي مجال للتعيين آخر. لذلك وزارة النفط اليوم ما لقينا أي حل من وزارة النفط إلى حد الآن، لا مقابلة الوزير ولا مقابلة وكيل الوزير ولا إجانا أي ممثل عن الوزارة للاعتصام ولا دزوا عن ممثلي للاعتصام حتى يلقون صيغة حل. لذلك احنا اليوم الناشد معالي وزير النفط الاستاذ احسان عبد الجبار ان ينظر الى هؤلاء المهندسين اللي يفترشون الرصيف ما نقول الارض، واليوم درجة الحرارة انت تشوفها تعبر درجة 50 درجة، يعني انت حاليا دا تشوف الوضع شلون. بالاضافة الى انه يوجد بعض الكثير من المهندسات يعني اليوم اللي تجي من محافظات الشمال واللي تجي من محافظات الجنوب والطرق بعيدة، وبغض النظر عن وباء كورونا والأجواء الصحية اللي هنايا، لذلك اليوم
نناشد مرة أخرى معالي الوزير الأستاذ إحسان عبد الجبار أن ينظر لهؤلاء المهندسين ويلقي لهم صيغة حل والحلول متوفرة وبكثرة مطروحة. بالإضافة إلى ذلك نناشد السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي بالضبط. النظر بقضيتنا وإيجاد الحلول المناسبة لها إن شاء الله خير. حياك الله، أنا أشكرك. الله يعزك. يعني الصراحة أريد أتحدث عن قضية اليوم. مبدئيا الفترة السابقة اللي البلد بكل جوانبه شهدت او شهد بعض نقول الاحداث اللي اجبرت كوادر العمل الاجنبيه تحديدا في شركات النفط، بالتالي اي نقول تصعيد او اي حدث امني دفع الشركات الاجنبيه وكوادرها الى المغادره باسرع وقت. بالتالي هذا ايش راح يولد اليوم؟ راح يولد فراغ بقضيه اليه العمل، راح يولد السلام ورحمة الله، انه راح يولد ثغرة في قضية الانتاج. مبدئيا احنا نعرف يعني الكل عنده معلومة انه البلد اعتماده على قضية النفط وقضية الانتاج النفطي، وبالتالي اللي جاي يصير اليوم لا قضية معايشة ولا قضية تدريب جاي يوفرون لكوادر العمل العراقية والخريجين الهندسة، ولا جاي ينطونهم فرصة عمل في سبيل يطور عمله وخبرته حتى يسد أي شغرة أو أي خلل ممكن يصير في قادم الأيام. على اعتبار اليوم الشركات الأجنبية اليوم ما ضامن أنت العمل معها بغض النظر عن قضية توقيع العقد لسنوات يعني طويلة، بالتالي اليوم ممكن أي حدث أبو الشركة الأجنبية يأخذ كادر العمل ويطلع. اللي جاي يصير أبدا أتحدث عنه أنه مبدئياً شركات العمل الأجنبية اليوم نعرف أي خلل أي تصعيد أمني يأخذ كادر العمل ويطلع ويروح، بالتالي راح يصير خلل، راح يصير ثغرة، ومثل ما ذكر الأخ أنه الراتب ما تماشي. اليوم هذا الخلل شو راح نعوضه وإحنا هندسة النفط أنه مهمشة ومعرضة للضغط؟ استاذ، سبب هاي الثغرة اللي جاي يصير هي المغالطة والقيود المفتوحة بين وزارة النفط والشركات الأجنبية وعدم فرض أي قيود لصالح العمالة العراقية، من ضمنها أنه أبسط شيء إذا أجى خبير أجنبي المفروض من وزارة النفط أنه تفرض على هذه الشركة كأقل 5 متدربين وما تتجدد تراخيص لهذا الأجنبي الخبير لمدة سنة. بالضبط، هاي نقطة. والنقطة الثانية انه سبب هذه البطالة كمهندسين نفط، انه من المستحيل ببلد نفط مثل العراق هيك عندنا بطالة. السبب كله والوعود اللي بوزارة النفط، النقطتين اللي هي المالية، والنقطة الثانية انه يقول انتم عددكم كبير وما نقدر ناخذ كل هذا العدد. انا اقاطعك بهاي النقطتين. اليوم قضية المالية فنعرف انه وزارة النفط تمويلها ذاتي. هذه النقطة قضية الأولى. قضية العدد، الحذف والاستحداث أكثر من 9000 درجة. حتى لو ما كان اكو عدد للحذف والاستحداث، فالمغالطة والمطامع بين الشركات التابعة لوزارة النفط ووزارة النفط، بالعادة داخل الحقول هيئة الحقول ترسل كتب للشركات التابعة لوزارة النفط انه اكو احتياج، بس من داخل الشركة وزارة النفط ما يصعد نفس الكتاب، يصعد انه اكتفاء. هذه المغالطة ضحيتها مهندس النفط العراقي اللي بايت بهاي الاجواء واللي موجود ومتأذي بهذا الوضع. احنا حتى مجرد انه يجي اي مدني بهذا الشارع ما نقدر نباوع بعينه. ليش؟ لان انا مهندس نفط بهيج بلد، وكذلك شلون يعني هسه الثقة عندي مهندس بلد ثقة، وهو اصلا احنا مبنيين كمهندس على الثقه اللي موجوده. وين انا وظيفتي من غير كل شيء داخل الحقول اشراف على الاجنبي اللي جاي، بينما انا اذا مهزوزه ثقتي بسبب هالاوضاع كلها شلون حقدر اشتغل؟ بسبب خلينا نقول التهميش. حاليا من دا يشرف على الشركات الاجنبيه؟ ليش اكو اشراف اصلا؟ المهندس النفط نفسه ما جاي يخلوا له صلاحيات حتى يحاسب، حتى يرفع تقرير بسيط للمدير مالته لانه يخاف على نفسه. استاذ، بالمناسبة دور وزارة النفط على الشركات الأجنبية هو دور إشرافي. مجرد الأجانب يشتغلون وإحنا نقيم عملهم، هل هذا صح؟ هل هذا فائدة بلدنا؟ وزارة النفط للأسف خالة ناس أميين كوادر وسطى، مو يم التخصص، خريجين تاريخ إعلام، يشرفون على المهندس الخبير الأجنبي، وأني ما يخلوني اللي هو شغلتي اللي أنا 4 سنين أدرس حتى أشرف على الأجنبي، ما يخلوني. بالإضافة إلى أن من أقدم أنا على الشركة الأجنبية يفرض علي 100 قيد يفرض. أما أني نعم. أنا كشيء شخصي كمهندس نفط من البصرة انقبلت بشركة معينة، شركة أجنبية،
كل اللي كان انه أنا بمجرد قبولي لازم اخذ توقيع من موارد البشرية التابعة لنفط البصرة، لكن اتفاجأ برفضه. ليش؟ بدون اي سبب، بدون اي سبب. قلت له انا ما متعين عليك اصلا، انا على الشركة الاجنبية، بدون اي سبب يرفض. يعني قلت لك هذه المواضيع بسبب مطامع انه يريد يصعد شخص من عنده، كل هذا ويجيك انت ليش ما تروح شركة اجنبية؟ ليش تريد القطاع العام؟ اي مو انت حارمني من الجانبين، حارمني من الجانبين، انت اصلا محاربني. هذا الموضوع كله وانتم شفتوا معاناتنا. واضح الموضوع يعني بصراحه. استاذ بالاضافه من يتم اعلان على تشغيل بشركه اجنبيه يفرض 100 قيد، اريد خبره كذا، اريد شهادات من خارج الدول، اريد هاي ليفل بالانجليزي، بينما الاعلان نفسه اقراه بالجروبات مال الشركات المصريه، يعني بالمصريين او للسوريين يقولوا لهم بالاعلان، انا بعيني قاري، يقول بدون قيد اي شرط، بدون اي خبره، بدون لغه، حياه مترفه، رواتب عاليه، مجرد بس قدم. يعني ما يفرضون عليهم، مجرد هيك يجيبوهم جيب. احنا 100 سالفه يطلع لي انا من اقدم 100 سالفه يطلع لي. نعم. ان شاء الله خير. انا اشكرك، يعني بصراحه الحديث واضح، فبالتالي يوم نقول العراقيل المطبات اعتبرها او يعني تتحلل بجانب القصد. يوم ما ممكن انه يعني فئه وشريحه مهمه اللي هي البلد اساسا يرتكز عليها انه تتواجه بهيك اسلوب وبهيك يعني عراقي. الموضوع اليوم واضح بصراحه، الكلام ايضا واضح. نحن اليوم امام وزاره النفط العراقيه، ويا ليتها لم تكن عراقيه، لان مستحيل في اي بلد يكون حال مهندس هذا الحال. يعني صار لنا تقريبا قرابه الشهر احنا بهالوضع، بهالحر، بهالوباء، يعني مستحيل اي بلد يرضى هذا الحال للمهندس العراقي. يعني ابن الغريب، خلينا نقول بلد الخارجي يشتغل ببلدي وانا قاعد. اغلب هذه الشريحه معدلاتهم في السادس تجاوزت 90، يعني مستحيل هذا التعامل معه. مشكله. انا اشكرك، اهلا وسهلا، حياك الله. يعني الموضوع اليوم ما يحتاج بعد نقول اي شرع لقضيه التراخيص وقضيه العقود وقضيه الشروط اللي جاي تفرضها يعني الوزاره او حتى الشركات الاجنبيه. بالتالي الموضوع ما يحتاج اليوم اي نقول يعني في الاجراءات بغايه الصعوبه والاهميه. اليوم الموضوع يحتاج الى مثل ما نقول جرف قلم، التمويل الذاتي وقضيه حذف واستحداث وانهي المشكله. ظروف البلد بشكل عام، اذا اردت اتحدث عن الجانب الصحي او على الجانب الامني، اليوم ما ممكن انه اترك يعني ابناء نقول الاختصاصات المهمه بهذا الوضع. بالتالي نحاول يعني بشكل او باخر نتحدث عن كل التفاصيل. حياك الله. اكو فقره مهمه، احد الخبراء العراقيين اللي هو ما قدر يستفاد يعني ذيك الفائده، راح للخارج اشتغل وكون شركه، وهاي الشركه تدرب العراقيين. اكثر من مره قاعد بوزاره النفط قدام المسؤولين قال لهم انطوني المهندسين وانطيكم اياه باسعار رمزيه فقط لخدمه البلد حتى ادربهم، انتم مو دورهم خبره. يعني هم صوره حل هاي. اي قالوا ما انا مستعد ادربهم. زين، هاي الفقره الاولى. الفقره الثانيه، اكو جولات التراخيص اللي لا يتم النظر بها وتم انشائها ضمن نطاق يعني ماكو فد واحد عنده خبره يعرف بهن حتى على اساس يقرر يفرض على الشركات. عندك الجزائر مثلا تفرض على الشركه الاجنبيه انه مثلا 50% كادر، لكن مو بس كادر، لا 50% مهندس مثلا. هو هسه اذا بالعراق مثلا 25% للعراق و75% للاجنبي، فال25% وزعهم على سائق، على منظم عام النظافه، على مطعم. اي لكن ما يشغله كمهندس. مهندس اي، لكن المفروض الحكومه العراقيه ووزاره النفط تفرض عليهم هذا الشيء. اولويه لهذا الموضوع. المفروض تفرض عليهم انه المهندس حصرا يشتغل وياكم بالضبط. حتى على اساس على الاقل هالسرعة خبره، عشان احنا نجيب شركات اجنبيه احنا نستفاد والاقتصاد يستفاد مال البلد. اكيد. انا اشكرك، حياك الله، الله يعزك. يعني اليوم كل التفاصيل واضحه، فبالتالي المقترحات امام الجهات المعنيه في وزاره النفط، الحلول واضحه ايضا. حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. اليوم الموضوع واضح كل تفاصيله، شنو صوره الحل؟ صورة الحل يعني نقترح على وزارة النفط، هي الوزارة المسؤولة عن المهندسين النفط العراقيين. يعني المهندسين الوزارة هي اللي تمول العراق بالميزانية. بالضبط. غير قادر على تعيين 545 مهندس نفط. والعدد موجود. العدد موجود ويدرون به ويعرفون تفاصيله. فوزارة شكلها كبيرة ما تقدر تعيين هالقد. ثاني شيء، احنا المهندس العراقي مقارنة بالمهندس الأجنبي. المهندس الأجنبي ما عنده يعني منه الأفضل، المهندس العراقي أو الأجنبي، في غيرته على بناء البلد.
يعني اكيد العراق يعني مو ماكو مهندس اجنبي يجيب لي لك بلد يجي اليوم صار عندنا دليل اليوم اي تصعيد امني بالمحافظات النفطيه شوفه أكيد. كل تصعيد امني راح شنو يلغي الحقول. هسه احنا في محافظه واسط عندنا تقريبا 4 حقول 3 حقول رئيسيه وواحد مشترك ما بين بغداد. احنا مهندسين يعني مهندس نفط تروح تقدم على شركات ما حد يقبلك، تعال انت مهندس فريش فما عندك خبره، الشركات الاجنبيه ما تقبلك، ترجع للوزاره تقول لك والله انتظر الميزانيه. اكو شركات يسمونه تمويل ذاتي، هو موضوع النفط وزاره النفط هي كلها تمويل ذاتي. تمويل ذاتي ما داعي ترجع للموازنه وقرارات الحكومه. واكو شركات يعني اذا حتى الوزاره ما غير قادره ترجع تخاطب الشركات التمويل الذاتي، الشركات عامه تعتبر صح تمويل ذاتي من عندها وبها، فتقدر تخاطبها تعين مهندسين. والشركات احنا ذات تدريب، شركات محتاجه مهندسين وحاليا محتاجه مهندسين أكيد. عراقيين أكيد. عندنا قالب بالشركات يقول حتى رج ايش قد عندك مهندس يجيب لي، يجي للوزاره الوزاره ما يقبل ولا يرجع كتاب ثانية. يعني هسه احنا نطلب من الوزاره من السيد الوزير، هو كان رئيس شو اسمه نفط البصره وقبلها رئيس النفط والغاز، مطلع على كل التفاصيل يعني مهندس نفطي خلص عمره يدرس ويشتغل. هسه انا بالنسبه لي متزوج عنده 4 أطفال يعني لا بد ينظر نظره ابويه للمهندسين العراقيين، وهذا بالمقابل هو حقه، وهذا حق انا جاي اطالب حقي، بس طالبه بنظره ابويه للمهندسين أكيد. هو ابن الشركات يعني ما جاي يعني ما يعرف الواقع العراقي. ثاني شيء يعني احنا نطالب من عثمان يابا اقول له احنا صار لنا 4 أسابيع هنا متظاهرين، اطلع انا مهندس وانت مهندس، اطلع شوف المهندسين يشردون، شوف وضعه يا اخي انا بس اطلع له شوفني. ثاني شيء رئيس مجلس الوزراء قال للوزراء اطلعوا شوفوا المتظاهرين المعتصمين يشردون، يا اخي اطلع شوف اعطيني صوره حل. قال لي يابا قال له عينك او لا حتى أكيد. واحد شنو يعني يضمن حقي بالضبط. اي يا اخي ويخليه على بينه ان شاء الله خير. انا اشكرك حياك الله يعزك. انا اكيد اليوم الحديث صار واضح، بالتالي اليوم الجهات المعنيه بالذات وزاره النفط ورئيس الوزراء الموضوع يحتاج تدخل مباشر منه. اليوم اذا يعني اريد نتحدث عن قضيه الحلول، فالحلول واضحه، الموضوع يحتاج الى متابعه يعني واجراء بشكل سريع، بالتالي اي عرقله او اي مطبات ممكن تسبب فد ظروف ما ممكن انه يعني يتقبل هالواقع. القضية الأخرى هي قضية الوضع العام بالبلد، قضية الوضع الصحي، الوضع الأمني، اليوم كلها ممكن عوامل تنعكس على قضية المعتصمين على كل الاختصاصات. اليوم اللي نعرفه وعلى اطلاع تام انه أكثر من اعتصام موجود لمختلف التخصصات، بالتالي اليوم الموضوع يحتاج إلى يعني بعيدا عن قضية الروتين، بعيدا عن قضية المخاطبات وقضية التفاصيل الأخرى اللي ممكن تعرقل الموضوع، بالتالي اليوم جرد قلم تنهي كل الأزمة بتفاصيلها، بالذات اليوم كوزارة نفط نتحدث عنها عن قضية تمويل ذاتي وعن قضية حذف واستحداث متوفر حاليا. ما أعرف اليوم البلد هو نقول اعتماده بشكل رئيسي على قضية النفط والمشتقات النفطية والشركات يعني مستمرة بالعمل، فبالتالي هذا الموضوع يحتاج إلى نقول كادر عمل بكل جوانبه وكل تفاصيله. القضية تحتاج إلى نقول متابعة دقيقة من السيد رئيس الوزراء والرجل يعني مبدئيا متعاون، فبالتالي ما ممكن اعتماد على قضية المماطلة وقضية المخاطبات والكتاب وكل التفاصيل. أكيد اليوم الكلام واضح والمطالب واضحة من شريحة مهمة داخل المجتمع، شريحة هندسة النفط، فبالتالي أكيد الموضوع لازم يكون على درجة من الأهمية وعلى درجة من المتابعة من وزير النفط ومن كل الجهات المعنية. أنا أكيد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من داخل اعتصام هندسة النفط، فبالتالي أكيد اليوم الموضوع يحتاج مثل ما ذكرت إلى متابعة دقيقة. في الختام تقبلوا تحياتي كرار الزيادي، نلتقيكم في حلقات قادمة في أمان الله.